بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل مع مقررة الميداناميكس اند فلويد ميكانيكس، الدرس الثاني Pure Substance، المحاضرة الرابعة من هذا الدرس. سوف نأخذ في هذه الحصة PV and TV Diagram بعد أن تم عرضهم في المحاضرة الماضية وقبل الماضية. كنا قد أشرنا إلى أنه هنا بالنسبة لل PV Diagram، هنا في عندي Vapor، هنا في عندي Liquid مع Vapor، وهنا في عندي liquid. قلنا ان النقطة هذه تسمى saturated vapor، النقطة هذه تسمى saturated liquid. وخلال هذه المحاضرة نحاول اني نربط يعني ال two diagrams PV and TV diagram. فهنا زي ما اثرنا في المرة الماضية على انه لو انطلقنا من vapor at T is equal constant، راح نلاحظ أن الفيبر يتحول إلى أخيراً يبدأ في النقطة F ظهور أول نقطة ليكويد، ثم يبقى الضغط ثابت عند هذه النقطة وهو ضغط الإشباع اللي خاص بهذه درجة الحرارة، هذه درجة الحرارة، ثم آخر نقطة يتحول الفيبر كاملاً إلى ليكويد مع وجود أثر بسيط للفيبر، ثم يتحول إلى liquid، وأيضا كنا قد سميناه compressed liquid نظرا إلى أنه البريشر حقة الليكويد هنا أكبر من ضغط الإشباع. حاول الدياجرام هذم الاثنين نحاول أن نربطهم مع بعض، لأنه سوف نشوف أنه علاقتهم جد مهمة لما نشوف يعني خاصيات الماء في الجداول أو جداول خاصيات الماء. طيب هنا زي ما قلنا عندي subcooled liquid وهنا عندي compressed liquid. عند ثبوت الضغط يتحول السائل لما نزود درجة الحرارة يتحول إلى ماذا؟ يتحول أو يبدأ البخار بالظهور. وهنا عندي compressed liquid لما ننزل الضغط يتحول السائل إلى ماذا؟ إلى أول نقطة أو ظهور أول نقطة ظهور بخار. طيب هنا يعني حاول اني الخص الامر هذا، عندما يكون الضغط ثابت ليكويد يتحول الى فيبر اف تمبريتشر تزيد، وعند درجة حرارة ثابتة ليكويد ايضا يتحول الى فيبر اف وات شباب طبيعي جدا هنا لما الضغط ينقص. فهذه المعادلة يلزمني أحطها في ذهني، فعندي ثبوت الضغط نزود درجة الحرارة يتحول السائل إلى بخار، ثبوت درجة الحرارة يتحول السائل إلى بخار لما ننزل الضغط. فهنا شباب فقط يبقى في ذهني شيئين، ثبوت الضغط أو نبغى نتحول من سائل إلى بخار عندي طريقتين. الطريقة الأولى إما أني نثبت الضغط ونزود درجة الحرارة، الطريقة الثانية نثبت درجة الحرارة لكن إيش نسوي؟ ننزل الضغط. طيب بالنسبة للنقاط هنا من نقطة 2 إلى نقطة 4 وهي تسمى إيه؟ Saturated Liquid Vapor Mixture وإلا Saturated Water، هي نفس النقاط اللي موجودة ما بين F وإيه الشباب هنا؟ ما بين F والنقطة G زي ما شفناها في الرسمة الماضية. طيب هنا نشوف نفس الرسمة ولكن سنحاول أن النقطة F G أو ديagram F G والنقطة من 2 إلى 4 راح نشوفها في Vapor Pressure Curve. نتذكروا Vapor Pressure Curve اللي فيه إيه الشباب؟ اللي فيه pressure in y temperature in x، وموجود هذه الرسمة vapor pressure curve. قلنا انه اي نقطة هنا تمثل لي ماذا شباب؟ تمثل لي saturation point. يعني ماذا؟ يعني تمثل لي ضغط، لكل ضغط عندي درجة حرارة اشباع، او لكل درجة حرارة عندي ضغط الاشباع. فهنا لو بغينا ناخذ مثلا واحد اتموسفير
راح نلقى أو نلقى نقطة هنا ننزل بها، نلقى هنا درجة الحرارة 100 درجة مئوية. فالنقطة هذه تمثل لي ماذا؟ تمثل لي وجود السائل مع بخار الماء وفي توازن بينهم. فلما نشوف النقطة هذه فراح تمثل لي من F إلى G هنا، وأيضا من نقطة 2 إلى 4 هنا. يعني مجرد نقطة هنا هي في توازن بين السائل والبخار أو تواجدهما معا، فهنا يمثل لي من نقطة 2 إلى 4 في temperature volume curve. أو نفس الشيء الخط هذا يعني F G في بالنسبة P V diagram. هنا أكون خلصت المحاضرة هذه، فقط راح نستعمل إن شاء الله الأمور هذه كل لما نجي نفسر الجداول وكيفية استعمالها. فهنا فقط أود سؤالكم بالنسبة للخط من 2 إلى 4 أو الخط من F إلى G، يعني في الدياجرام PV diagram أو TV diagram، ماذا يمثل هذا في الPT diagram؟ السلام عليكم ورحمة الله.